طيب طيب بالبداية زي ما قلت باهي وعملت حسة مرة توتو كويزين في قناة يعني التاسعة وتونسنا فهمتني، لكن ما تعديش نظرة ظروف فهمتني. ظروف شنو؟ ظروف يعني بعد ما حضرنا كل شيء عملنا له تروا بيلوت ورمضان غدوة يحب نجيبوا له سبونسور احنا وقتها فهمتني. لعبة لعبة ملعوبة ودخلت شيء اخر، دخلت حد اخر عمل الكوجينة، كوجينة اللي بعيد على اكلة تونسية يعني احنا كي دخلت عملت انا ادبارة باش ندبروا مش باش نعلموا الناس اش تاكل. يعني التونسي حد ديما ياخذ ماكلته التونسية مش يقعد تعمل له سوشيس ولا ماكلة يونانية ولا ماكلة مصرية، هذه تتعمل في ايامات مش تاع رمضان ولا حاجة، تتعمل في الايام العادية. اما احنا كتوانسة نحبوا كسافة الشرفة والبريك والسلايت وشوية منه وشوية منه وتواجن، هذا ماكلتنا احنا التونسي. مش توريني سوسيس وتوري لي نيني شي طيب انا شي اللي فيه انا عطيني طاولتش فيها. اي طاولتش فيها بي انت طاولتك الليلة كيفاش كانت؟ كيفاش طاولتك الليلة كيفاش كانت؟ خلينا ناخذوا فكرة. طاولتي الليلة روز باش نعرف شنو نحكي معاك لازم نعرف شنو كليت. باهي هاش نقول لك شربة فريك، شربة فريك اي وهذيك البريكة أي. وعملنا سلايطة وروز معمول بك الكلامار محشي فهمت. هيل 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 صحة وبشفاء. صحيح صحة وبشفاء يا رب. المدام عندي المدام تبارك الله طباخة زادة وتنوى وتتفنن في الترتيب برغم الكلامار ودينا ما تاكلهاش هي لكن تعملها على خاطرك على خاطر وخاطر الاولاد الاولاد ربي يفضلهم لك شاديما ملمومين في الخير توفيق البحري. رمضان رمضان هو بنته في اللمه يعني ما يجيش تعوز من الناس اللمه هي الكل فهمتني. اللمه هي الكل. اللمه قدام التلفزه في شنو تفرجت السنه توفيق البحري؟ وانا شو بار تفرجت في مسلسل نتاعنا ذاك سبع سبايا، تفرجت في علي شورب، تفرجت تاج الحاضره وبعض لقطات من المسلسلات اللي ما شدتنيش نزبطي فيها نشوف شويه ونزبطي فيها. كيما شنو مثلا؟ يهمنا نعرفوا رايك راهو في اللي قاعد يتعرض اليوم. بكل صراحه يعني مثلا دنيا اخرى حاجه ما تتعديش. كل اللي تعمل في 52 هذيك درشني مركز 52 مركز 52 لافاج فما حاجات يعني انا نبت يعني تعمل كاستين كما ذيك ثلاثة بنات في الزين هذاك والقدرة نتاعهم انا ما نشكش في قدرتهم في التمثيل خاصة مسلسل معالج تبارك الله عليها فهمت من ممثلات الكبار مغروم بهم ونحبهم برشا لكن ترى في موضوع كما كيك نتاع لافاج ما يشدش فما حاجات ما تشدش فهمتني وشتوها الكاميرا كشيء حاسين له حاجه ما تمنعت هي تو توقفت الكاميرا كشيء ما عادش باش تتعدى ما عادش فهمتني. بالنسبه للسبع سبايا خلينا في سبع سبايا العمل كيف الممثل يكون يخدم فيه ما ينجمش ينقد العمل كيف ما يلزم يظهر ما ينقدوش اما كي نسمع كلام الناس كي تخرج الشارع تسمع كلام الناس شنو يقولوا الناس؟ يقول لك يكلموك يقول لك انت متعدي يقول لك سبع سبايا سبع سبايا يعني انا حسب خبرتي وشفت كل شيء تكنيك ما وخدمه صحيحه يعني تحس انت عائله وعند كل شيء تفوق على هذوما الكل ابار التاج الحاضره حاجه مستوى عالي مسلسل قوي برشا في برشا فلوس فممثلين حلوين خدمه حلوه انا ما برغم ما خدمش فيه علي شرب فيه وما فيه فهمتني مش كل شنو اللي يعني شنو ما النقائص ممكن انت بعين بروفيسيونيل توفيق البحري في الكوتي في الكوتي نتاع الكاستينغ يعني فما مثلا انا بصراحه حبيت نشوف ما يريش لطفي العدلي نجم يكون هو علي شورب خاطر علي شورب اللي نعرفوه احنا وتعايشنا معه نجم يكون كان معز الغديري ولا زياد ولا حاجه نجم يكون هم بدنات بو خاطر الدو خاطر فتح الهداوي لازم تاعه كبير شويه اما في يعني في الكوستو كما هكاك فهمت كي تضرب بونيه واحد يعني اما هذه دراما دراما توفيق وانت ادرى معناها هذه دراما معناها مش لازم تكون نفسه لا شو الدراما دراما فما الكاستينغ نتاعك تعمل دراما وتعطي الشخص الشخص فهمتني ولا سميها اي حاجه مسلسل اخر اي كذا اسمه ما تخليش علي شورب علي شورب الناس كل ترجع للتاريخ نتاع علي شورب عندها مراجع عندها ناس تعرف علي شورب كبار وباش خاصه الكبار
ورينا تصاور عليه كيفاش يبدا رينا تصاور مع سيد خمران. يعني سيد خمران ما تعرفوا كان شامبيون سول شامبيون دي مود في البوان تاعو في البوكس يعني معاشر علي شورب وغيره 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 وهذا هو فهمت يعني في تكنيك ما يمشي لكن اما حبيت تكون الكاستينج فعالة اكثر من هكاك فهمتني. اي انت من الناس اللي نجمت اليوم تخرج من جلباب بيجي ماتريكس ولا مازال لابسك الجلباب هذا؟ لا شو انت تنجم تشوف بيجي ماتريكس وبعد تشوفني في فيلم في بتاع البستاردو. اي بعد تشوف فيلم تاع البستاردو وتشوفني في فيلم زيزو في افلام اخرى تفضل. في شخصيات اخرى بتاع في المسلسلات يعني البلوزه انا كي نخرج من الحانوت نتاعي نتاع شوف لي حل البلوزه نحاها مش انت ما فهمتش السؤال. نعاود السؤال سي توفيق هو معناها قعد التونسي يشوف فيك في كل جلباب هذاك معناها قعد لابسك مش انت لابسه بالسيف وقعد تمشي به انت ممثل اكيد باش تلون مع كل دور وهذا مش لكن اي لكن نحكي هنا على التونسي اللي قعد باقي مثلا يشوف مدام أميل بكوش يشوفها جنات العرافه ما نجمش ينحي التصوير هذيك من مخه لانه قعد فما اعادات معناها يعاود يشوف الجزء الاول يليه الجزء الثاني غيره 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 هذا أثر ضربة النجاح ضربة النجاح يعني كتبت حاجة ناجحة تشد في الناس الكل كما احنا ما نغيبوش على المسلسلات القديمة كما متراكي ولا الحاج كلوف يعني تشدت مع الناس يعني الناس تحب الشخصيات هذه وتتعايش معها وساعات تعمل شخصية في بيبليسيتي يشدوها لك. انت كيفاش تشوفها الحكاية هذه معناها تشوفها بوزيتيفمون وإلا تشوفها بطريقة سلبية ممكن؟ لا 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 بس سلبي بالعكس انا كتوفيق نحس روحي اللي انا عملت حاجه في كارييري كم كوال انا مثلت والناس حبت الشخصيه هذيك وتبعت. اما انت قلت انا ضحيه شوف لي حل ما فهمتش علاش انت قلت الكلمه هذه ضحيه شوف لي حل على خاطر باغ اكزومبل تجي في الكاستينغ ولا حاجه المخرج يتخوف يقول لك يقعد لي يعمل لي في باجي ماتريكس مره اخرى ما يعطيكش فرصتك باش تخدم ولا يقول لك اخويا هذا ولا معروف برشا ومحبوب تولي اموره درا شنيا الكاشي نتاعو تولي لي درا كيفاش هذه التخوفات نتاع المنتجين والمخرجين ما ينجمش يعطيك شانس اخرى انا وقعت الحكايه هذه مثلا في الباستاردو وقت كي اقترحني الاسيستون سالم دلدول الواحد نجيب القاضي قال له اختانا وباجي ماتريكس وكذا وكذا كذا لكن كي خدمت انا الدور لورال نتاع الخليفه المخرج بيدو قال لي مي فوزيت ان مونستر يعني خدمه قوية برشا سامحني لا تدفع لي والبرسوناج بعيد كومبليتمون على الباستاردو ايفيكتيفمون فريد بوردير كي شاف الباستاردو قال لي السيد هذاك كيفاش ما تعاملتش معاه عيط في زيزو جات شخصيه اخرى وكل شيء يعني مصطفى زيد زاد مثلت فيه ها مصطفى زيد في شخصيه اخرى سنة معنا عمني ولا ما عندوش برشا ملي تعرض اي عملت مصطفى زيد مش الباجي ماتريكس يعني شخصيات اخرين يعني انا هنا علاش طرحت السؤال سي توفيق لانه التونسي نحكي على المشاهد العادي التونسي هو اللي قاعد يشوف التصويره هذيك يشوف توفيق البحري كاين في الغول هذيك ممكن الناس اللي ما يمشوش سينما ما شافوكش في الافلام هذه الكل معناها قعد ديما توفيق البحري كي نشوفوه في التلفزيون نشوفوه في الشارع بيجي ماتريكس ديريكتومون معناتها ما نجمش نحيها من هذا المواطن ما نجمش كل واحد نقف معه ربع ساعه نقول له راك انا خدمت كذا كذا ونعطيه كاسيت نقول له تفرج في هذه وبعد احكي معايا فهمتني الناس حبتك في الشيء هذاك تقعد في الشيء هذاك انتوني كوين وماندراك كي عمل ضربه الجريك قعد ضربه ديما عايشون زربا حتى في الانترفيو الصحافه تقول زربا يعني تبدا حاجه ناجحه تشد في عند البيبليك والمتفرج ديما يحبك الشخصيه كشيخ عليها يقعد معاه. باهي بالنسبه للسبعه صبايا اليوم تشوف انه الناس قاعدين يتبعوا فيه لي زيكو اللي وصلتك سي توفيق؟ انا قلت لك انا لي زيكو اللي وصلتني اللي هو احسن حاجه في المسلسلات اللي كنت اسمي لك فيه هو احسن عمل في اللي سيتكوم اللي تعداه يعني متكامل ونظيف وكل شيء ان شاء الله. انت كيفاش ريت الكاستينج البنات اللي معاك سي عبد الحميد التعامل كيفاش كان الخدمه كيفاش كانت؟
الخدمة كانت ما خلف خلفي زاد مشكور في عيط لي وحكي معايا من الاول على الشخصيه وشخصيه وانتم تعرفوا الخلفال الخلسي مستانس باللي فاريتي وعمره ما عمل دراما ولا مسلسل ولا سيت كوم يعني تجربته الاولى لكن حب يشيخ الحكايه بالفكر اللي عنده بالزيديه عنده تاع حب يلونها يردها كان تكنيك دو سينما يعني ما خدمش على مانيير دو تلفزيون يعني يصور مم ولينا نصوره تحت الماء ولينا جود نتاع كاراتيه وبوليسيه ودنيا يعني فما جو نتاع سينما يحب يعملوا في التصوير نتاعو ومجهود كل حاجه واحد عمل حاجه وانا ما نلومش على الاخرين هم كل واحد عمل يعملوا يشكر فيه كذا لكن فما حاجه تفوت حاجه وكاو اللي حسب المتفرجين اي انت توفيق البحري تبارك الله معناها خبره كبيره في المسرح والسينما والتلفزيون اليوم شكون اللي ممكن معناها جاك كيف اللي اكتشاف في سبع سبايا من الناس اللي مثلوا خاطر براتيكمون دي جون اللي كانوا معاكم انا اللي تفاجأت خاصه من كوتي البنات يعني مثلا مريم حصل له البنات الكل نادره لما دخل في شخصيه جديده نبيله يسرى فما يعني البنات ما عنديش لساني نتاعهم الكل ما نشدهمش يعني البنات الكل اللي تشدوا كل واحده قامت بجوها واعطيهم الساعه كتجربه اولى اليوم هما يعني فهمتني والحاجه الباهيه اللي هما البنات اللي معنا ياخذوا بنصيحه يعني كي تجي تقول له اعمل هكا واعمل هكا وتكون خيلك تنصحوا يامن بالخبره نتاعك وياخذوا برايك فهمتني كانوا يسمعوا فينا ويتبعوا فينا فهمتني معناها الاسامي الكل اللي خدمت بالنسبه لي كانوا في بلايصهم وكانوا خدموا مريم عمرها ما فات يعني في كل حصه نتاع ميسيون مريم دباغ تقصد اي فهمتني وبعد بعلوش خدم شخصيه اخرى يعني مش مستانس يخدم شيء مش مستانس يخدم عبد الحميد قيس كله فما عبد الحميد مش ناقص خبره وكل شيء فهمتني واضح سي توفيق باش نشوفوك في النص الثاني من شهر رمضان ان شاء الله ان شاء الله في شو اسمها هي وين احنا في الحوار التونسي اللي ليك ليك واللي خاتيك خاتيك ايوا اللي ليك ليك وخاتيك خاتيك تجربه اخرى شخصيه اخرى شنو يستنى في المشاهد التونسي اللي باش يشوف البرنامج هذا يستنى ديما التونسي من السيت كوم يستنى على ضحكه وتنفيسه حلوه وكل شيء هذا اللي نخمو نعملوه للتونسي باش هي رمضان راهو جو سيت كومات والتونسي يحب البرودوي التونسيان انا فور اكزومبل اللوم على اللوم الكبير وعلى الوطنيه التونسيه كيفاش ما تنتجش اي حاجه يعني برغم التونسي تو كيما كنت مع واحد يحكي كيفاش تونس ما الوطنيه التونسيه ما تعطيناش مسلسل بالرغم احنا نشاركوا في انتاج التلفزي مع البطاقه اللي جينا بتاع سكرت الضوء يعني المواطن التونسي ولا عنده الف حق يطالب بحقه يقول لك انا ندفع في فلوس نحب نحب الدراما التونسيه على القناه الوطنيه على الوطن نحب نشوفوا جونا ونشوفوا خدمتنا ونشوفوا اولادنا نعطيك والله ديما التونسي يحب كان البرودوي نتاعو هاك تشوف انت يتفرجوا في نتاعنا ومن بعد يتلفت لك بعد يشوف القنوات الاجنبيه اما يدينا كيما يكونسومي في الطاوله نتاعو اكله تونسيه بحته يحب يتفرج في التونسي بحت يعني يشيخ على ولاد بلاده ويشوف هما قبل رمضان تبدا في الشارع يتسالوا سواء معينه ولا ممثلين اللي يعرفوهم كل شيء شوفوك في رمضان باش نشوفوك يبداو يسالوا الناس اي اكيد يعني يبداو يسالوا الناس فيدير اللي الناس تحب البرودوي تونيزيان جوستومون انا اللوم على لو تسمع في الشارع الناس تطلب وتطلب كل شيء حتى كي يقعدون في الشارع صحافه تسالهم ولا حاجه القنوات التلفزيونيه يطالبوا بالانتاج التونسي اما لكن المسؤول اللي في الاداره لا يهمه في حتى شيء لا ما يخممش في التونسي وهذه قاعده للسياسيين نتاعنا اللي قاعدين في المجالس والقائمه وشنيه وكل شيء فهمتني الناس هذوما قاعده تخمم كان في ذاتهم في تقذير في احزابهم في كراسيهم ما يخموش في الجو التونسي كما كنت نتفرج رئيس الجامعه ان شاء الله قال المسؤولين في تونس كيما وزاره الرياضه والدنيا والبلديات يقفوا للشباب التونسي ويعملوا الملاعب باش ينجم يتطور ويوصل كما قال
ولد 6 سنين يضم يرخى غازون باهي باش يتسقي تستانس باش باش يلعب. اي 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 جوستومون شكرا ان شاء الله يا ربي. تلفت البلاد نتاعو يحب بلاده برشا برشا فهمتني. ان شاء الله يا ربي شكرا ليك توفيق البحري على مداخلتك معنا الليله ان شاء الله اللي تكزينا. شكرا وكما قولوها رمضانكم مبروك وان شاء الله عيدكم زاد مبروك سنين دائمه. شكرا ليك صباح الخير في الامان. مازلنا مكملين معاكم العشره لحداش لحداش ونص توا على غاديو ميد مازلت نصيف ساعه في وقتنا لليله موسيقى حلوه باش تلقاها معنا.